يشكل شرب القهوة لدى الكثيرين عاملاً مهماً لزيادة التركيز والتخلص من التوتر، حتى أصبح عادة يومية عند غالبية عشاقها، وقد تتحول هواية صنعها إلى التوسع في مشاريعها، كما حدث مع الشابة لما سعد عاشقة القهوة المختصة التي حولت كل ذلك إلى فعالية تجذب العشاق من كل مكان. بدأ لما كنت أشرب قهوة عادية، ومرة شربت قهوة مختصة شفت الفرق بالطعم، بدأت شدني الانتباه هذا الشيء، بدأت أبحث وأقرأ ودخلت دورات واشتغلت على نفسي مرة، يعني لدرجة صرت أفرق الحين لما أشرب قهوة عادية عن قهوة مختصة، إنه هذه مختصة وهذه عادية. فسويت هذه الفعالية اسمها 1974 لعشاق القهوة. اهتمام الشباب السعودي بصناعة القهوة أذاب الكثير من الحواجز الاجتماعية التي كانت موجودة منذ زمن في تحضير القهوة وتقديمها. حاصل على دبلوم من جمعية العالمية للقهوة المختصة. طبعاً وجودي هنا اليوم عشان كوني كمتحدث هنا أتكلم مع الناس عن القهوة المختصة وإيش فكرتها ومن فين بدأت. حاصل على المركز الثاني في بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحضير القهوة باستخدام الركوة، منها تأهلت لبطولة العالم كانت في صيف 2017 في هنغاريا، وحصلت على المركز السادس كأول ممثلة للمملكة العربية السعودية. تنافس الشباب في التفنن في هذه الصناعة جعلهم يشاركون في مسابقات عالمية واحتلوا بذلك مراكز متقدمة. حبينا أنه الجديد على القهوة المختصة أو اللي مو عارف القهوة المختصة أنه يجي ويلقى فائدة، فحطينا ورشة موجودة بالورشة طول فترة الإيفنت، يجي يسأل يتعرف على تحضير يتعرف على الأدوات، وأنا أحد الشغالين على هالورشة العمل في الإيفنت. دخلت هذا المجال لأني شفت أن كثير من المقاهي تدور على بن جيد ممتاز، ولاحظت انها تركز على الاستيراد من الخارج، فقلت ليش ما يصير ان القهوه تكون متوفره من 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 البلد نفسها. في سنه 1974 سموا القهوه المختصه بهذا الاسم، يعني اطلقوا على القهوه المختصه بالقهوه المختصه في هذه السنه. كوب القهوه الذي نتناوله كل صباح له تاثيرات مختلفه على النوم وطبيعه جسم الانسان، ولكن كل ذلك لا يلتفت اليه، ويبقى الإدمان على شربها عامل الجذب الدائم. للإخبارية طلال الأزهري، الرياض.